ما تخلي الفنيين هما اللي يحكيوا مع الملاعبية، الكرة راهي للجوارات، الكرة للزونترونور، معناتها المسؤول راهو باش يعاون من التالي، والديسكور ديما متاع الفني معناتها يكون معناتها في بلاصته، لأنه احنا في الأخر بكل مباراة كرة قدم تلعب على الميدان، والملاعب يلزموا معناتها يعتلي عليه فوق الميدان، هذا هو المطلوب منه. واحنا كمسؤولين وكمعناتها إدارة كيف ما نقولوا مجعولين باش نوفروا ظروف النجاح، هما الستار، هما الستار فوق الميدان، هما اللي باش يحملوا الدراب والبلاد فوق الميدان، هما اللي باش يلعبوا كونتر الملاعبيه اللي باش يكونوا في المنتخبات الاخرى، وان شاء الله يكونوا في الموعد ويقوموا باللي لازمهم يقوموا به. والله اهداف معناتها ماهيش مخفيه على حتى حد، هو انه تونس معناتها تمشي الابعد ما يمكن، تونس تمشي الأبعد ما يمكن على خاطر قادرة باش تمشي الأبعد ما يمكن، معناتها باش نوصل الفينال على شلي، معناتها هما 7 مباريات إذا كان خلطنا الفينال، 3 مباريات من الأول ومن بعد فما 8 وكار ودومي فينال على شلي، ما نلعبوش 7 مباريات في كأس أفريقيا هذه. ومنتخب متاعنا ورا اللي هو ينجم معناتها يفوز على أقوى المنتخبات سواء في افريقيا ولا حتى معناتها شفنا في كاس العالم اللي المنتخب قادر باش يعمل مباريات كبيره كيف الناس الكل تبدا مركزه وتقوم باللي لازمها تقوم به وتكون معناتها محضره مباراتها كيف ما يلزم. ساعات معناتها ما يحالفناش الحظ في مباريات ولا مع منافسين اقل من المنافسين اللي تلقانا ديجا ربحناهم، معناتها هذاك لازم نزيدوا نركزوا في النقطه هذيا، معناتها باش المنتخب التونسي يتعلم يلانشين معناتها لي غران ماتش ويكون او رانديفو معناتها مهما كان شكون الادفيرسير، ويكون ناخذوا بالماتش بالماتش، ناخذوا بالماتش بالماتش، ما فماش معناتها ماتش سهل وماتش صعيب، ما فماش منافس سهل ومنافس قوي، فما ديما معناتها كرة، وفما معناتها اللي يلعب خير هو اللي باش يربح. ان شاء الله التحكيم في افريقيا في الكاس افريقيا هذيا يكون في المستوى، وان شاء الله معناتها المنتخب التونسي الحظ زاد يكون معاه خاطر الكره فيها شويه زهر باش تمشي ابعد ما يمكن. التوانسه معناتها اهم حاجه اليوم انك تكون ملاعبي في ليكيب ناسيونال، عباد تستنى فيك، عائلتك، امك، ابوك، ولادك، جيرانك، الناس الكل في البلاد نتاعك تحب تشوفك كيفاش تدافع على دراب بلادك، كيفاش تحملوا معناتها اعلى ما يمكن. هذه معناتها سيت اون شانس لكل ملاعبي، الملاعبيه نتاعنا رجال ونعرفهم اللي ان شاء الله باش يكونوا في المستوى، ماهمش باش يبخلوا وتجموا تعاملوا عليهم ونجموا نعاملوا عليهم، والكره معناتها باش تلعب فوق الميدان راهي معناتها في الاخر بالكل ماتش نتاع كره قدم يتلعب ما يتربحش قبل ما يبدا، وان شاء الله كيف ما قلت لك الحظ عنده اهميته، وان شاء الله زاد تعطي الكره حقها باش تعطيك حقك. حسين شي حاجه تعلمناهم الكاليفات تاع الكاميرون باش نتفاداوهم في الكان هذا من ناحيه التنظيم، نتذكروا حاجه نتاع سيكازوي مثلا وغيره، قرينا حسابنا الحاجات من النوع هذا. والله فما حاجات تقرا لهم حسابهم، فما حاجات معناتها ما تنجمش تقرا لهم حسابهم خاطر ظروف معناتها طارئه تنجم تصير، ولكن حسب ما عندنا من معلومات وحسب ما حضرنا وحسب معناتها ما المجموعه اللي عندنا موجوده غادي من اداريين وكل شيء، الكان هذه ان شاء الله معناتها هيقولها مليح ومنظمه كيف ما يلزم. صحيح احنا بعاد على ابيجان، ولكن ظروف الاقامه نتاعنا حسب ما شفنا معناتها باش تكون طيبه، وفي الاخر بالكل الكون دونترينمون نتاعنا زاد ماهوش خايب، نزيدو نشوفوا ارضيه الميدان، ولكن معناتها احنا بعثنا ديجا ممرن مساعد وبعثنا الاداريين ديجا من مده معناتها كانوا شافوا الواحد، الاجواء يقولوا لنا باهيه، الظروف طيبه، في الاخر بالكل الكره عند الملاعبيه وهم رجال وهم بيدهم يحبوا يعملوا حاجه باهيه، ونقول لكم معناتها يحبوا يعملوا حاجه باهيه لبلادهم، وبرشا ملاعبيه يقول لك معناتها حان الوقت ان شاء الله باش معناتها نعملوا حاجه كونكريت، مش ماتش كهو باهي ولا معناتها
هكا بهدف جميل لا نعملوا معناتها ان شاء الله كومبيتيسيون باهية وفماش علاش باش ما نكونوش ان شاء الله حاضرين او رونديفو كيف ما يلزم باش تونس تحقق ان شاء الله معناتها على الاقل على الاقل تخلي الناس اللي تستنى فيها من التوانسه باش يتفرجوا فيها فرحانين بها.